يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها. سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها. سلام عليك يا بحر علمها وطورها. سلام عليك يا باب حكمتها وسورها. سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة ما دام ليل أو نهار. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 87 بعد 200. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديق ولا رفيق. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويلة والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. هذا هو الجزء 33 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. تسلسل الحديث في الحلقات المتقدمة حتى وصلت معكم إلى رواية مهمة جدا هي الأم في بابها، قرأتها عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 281، رقم الحديث 50، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا من المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قلت لكم إذا أردتم التفصيل والتدقيق في هذه الرواية فعودوا إلى الحلقة 45 من برنامج مجزرة سبايكر. سأتناولها بشكل إجمالي. بينت لكم في الحلقة الماضية من أننا إذا أردنا أن نبحث في التاريخ الشيعي لن نجد مقطعا زمانيا مر في تاريخنا تنطبق هذه الرواية عليه إلا في مرحلة الثورة الشيعية الإيرانية. سأبين لكم بشكل إجمالي مدى انطباق هذه الرواية على الثورة الإيرانية. الإمام الباقر يقول صلوات الله عليه: كأني بقوم، إنه يراهم، مر الحديث عن هذا، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، إنه المشرق الشيعي، المشرق الشيعي في ثقافة العترة الطاهرة إيران، لأن القياس على بلدهم، على عاصمتهم العراق. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون أن أطول في الكلام. إذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث فهذه القضية واضحة. حينما يتحدثون عن بلدهم يتحدثون عن العراق. إنني أتحدث عن أئمتنا صلوات الله عليهم. وحينما يتحدثون عن المشرق، إنه المشرق الشيعي، مشرق العراق إيران. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق. هذا الحق ما هو بعقيدة. لماذا؟ لأن القوم هؤلاء على عقيدة سليمة، بقرينة ما قال إمامنا الباقر: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. القرينة الثانية: قتلاهم شهداء. القرينة الثالثة: الإمام الباقر يقول: مع أنهم على الحق لكنني سأستبقي نفسي لصاحب هذا الأمر. فهناك عدة قرائن تشير إلى أنهم على عقيدة حقة، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، هذا أولا، قتلاهم شهداء ثانيا، الإمام يقول مع أنهم على الحق لكنني سأستبقي نفسي إلى صاحب هذا الأمر. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، إنهم يطلبون حقا في الحياة، يطلبون حقا إنسانيا، يطلبون حقا سياسيا، يطلبون حقا مجتمعيا، يطلبون حقا اقتصاديا، في ظل توجه وفي ظل فكر يحملونه. هذا هو الذي يطلبونه. المجلسي صاحب البحار حاول أن يطبقها على الدولة الصفوية، وهو تطبيق خائب. لماذا؟ لأن الدولة الصفوية نشأت دولة سنية ما هي على الحق، والذين أسسوها كانوا متصوفة من المخالفين. بعد ذلك تحولت الدولة الصفوية بعد تأسيسها إلى دولة شيعية، ثم في مرحلة التأسيس لم تكن هذه المراحل التي تحدثت عنها الرواية، وإنما استطاعوا أن يسيطروا على إيران وأن ينتصروا في معاركهم منذ البداية، منذ أن شرعوا في تأسيس دولتهم. ومثل ما قلت لكم، بدايتها كانت دولة سنية، لم تكن دولة شيعية. بعد ذلك تحولت إلى دولة شيعية. بينما الحديث هنا عن أناس شيعة على الحق يدفعونها إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، إلى بقية المضامين الأخرى. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. هؤلاء هم الذين خرجوا في بداية الستينات من القرن العشرين. إنها الثورة الخمينية التي قادها الخميني. بدأ لهيبها يتأجج شيئا فشيئا بعد 40 سنة على تأسيس الحوزة في قم. الحوزة الدينية في قم تأسست سنة 1922 ميلادي. مر على تأسيسها 40 سنة. كانت المرجعية في البداية لعبد الكريم الحائري، ثم انتقلت إلى حسين البروجردي، وبعد موته برز العديد من المراجع في قم وغير قم. من الشخصيات التي برزت، من المرجعيات التي برزت، قائد الثورة الإيرانية إنه روح الله الموسوي الخميني. بدأت ثورته في بداية الستينات، تأججت بشكل واضح ما بين 1962 و 1963 بالضبط، بعد مرور 40 سنة على تأسيس الحوزة الدينية في قم. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل الثورة الخمينية الإيرانية. بعد الأحداث الصاخبة التي أججها الخميني ومن معه، أججها الخمينيون، تم اعتقاله، اعتقل الخميني وبقي في المعتقل 8 أشهر. بعد ذلك أطلق سراحه. حينما أطلق سراحه وعاد إلى مدينة قم، أجج الثورة مرة ثانية على الشاه. فعادوا إلى اعتقاله في تشرين الثاني سنة 1964 ميلادي، في أواخر سنة 1964 اعتقلوه ونفوه إلى تركيا. نفي قائد الثورة الخمينية الإيرانية، نفي إلى تركيا، ومن هناك من تركيا انتقل إلى النجف. الشاه أعلن ثورته البيضاء سنة 1963، وكان هذا الإعلان من جملة الأمور التي أججت الثورة الخمينية عليه. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل الثورة البيضاء، أريد أن أختصر المطالب. هذا المقطع من الرواية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. خرجوا يطالبون بحقوقهم في الحياة، بحقوقهم المجتمعية والسياسية والاقتصادية. قتل من قتل من الذين خرجوا في التظاهرات، واعتقل قائدهم، وحينما تجددت المظاهرات بعد أن أطلق سراحه وتأججت شعلة الثورة مرة أخرى اعتقل ونفي إلى خارج البلاد، إلى تركيا، ومن تركيا ذهب إلى العراق واستقر في النجف. ثورة الشاه البيضاء بدأت تتحرك في واقع إيران، استقرت الأمور بحسب ما يبدو، لكن الحقيقة أن نار الثورة الخمينية كانت تتأجج تحت الرماد. استمر الحال ما بين 1964 بعد أن نفي الخميني إلى تركيا ومن تركيا ذهب إلى العراق، إلى أن نصل إلى هذا اليوم بالضبط 23/10/1977. هذا اليوم كان مرحلة جديدة في حياة الثورة الخمينية الإيرانية. لماذا هذا اليوم؟ في هذا اليوم توفي الابن الأكبر للخميني في النجف، مصطفى الخميني. هل توفي من مرض كما يقول البعض؟ كان مريضا بالسكري؟ هل توفي من مرض؟ هل أن السافاك الإيراني المخابرات الداخلية، جهاز السافاك هو الجهاز الأمني الداخلي الذي كان الشاه من خلاله يحكم البلاد ويسيطر على الأوضاع، هذا الجهاز المخيف المرعب في وقته. هل أن السافاك هم الذين خططوا لقتله وتسميمه كما شاع الخبر في حينه؟ على أي حال، بغض النظر عن التوغل في هذا الموضوع، انتشر الخبر في إيران كانتشار النار في الهشيم من أن الشاه بعث بالسافاك إلى النجف وقتلوا مصطفى الخميني النجل الأكبر لقائد الثورة. فهاج الخمينيون في إيران وانتشرت المظاهرات في الكثير من المدن، قطعا مدينة قم على رأس تلك المدن. دخل الخمينيون مرحلة جديدة، لقد عادت الثورة إلى الشارع بعد أن هدأت عبر السنين الماضية لما نفى الشاه الإيراني قائد الثورة الخمينية، لما نفاه إلى تركيا هدأت الأوضاع، ولكن نار الثورة التي كانت تحت الرماد بدأت تلتهب وتتأجج شيئا فشيئا. 23/10/1977 انطلاقة ثانية للخمينيين في ثورتهم، لكن الانطلاقة الحقيقية الثانية للثورة الخمينية ما كانت في 23/10/1977، هذه كانت مقدمة. الانطلاقة الحقيقية كانت في 7/1/1978، انطلقت وما هدأت إلى أن أسقطت حكومة الشاه. صحيح أن الثورة بدأت ما بين 1962 1963 وهدأت، بقيت نارا تحت الرماد، رجعت بشرارة في 23/10/1977 بسبب وفاة مصطفى الخميني وانتشار الخبر من أن سافاك هم الذين قتلوه سمموه. لكن الأمر الذي جعل الثورة تتأجج بشكل حماسي لاهب واضح ما جرى في 7/1/1978. جريدة اطلاعات، جريدة كبيرة هي الأكبر في إيران آنذاك، نشرت على صفحاتها مقالا لكاتب من طرف الحكومة، عنوان المقال إيران والاستعمار الأحمر والأسود. تضمن هذا المقال هجوما شديدا قويا على الخميني، على قائد الثورة. وصفه الكاتب بأنه عميل بريطاني، بأن الخميني عميل بريطاني، وبأنه عميل شيوعي، وبأنه شاعر هندي مجنون. أصول عائلة السيد الخميني هندية، هذا أمر معروف عند الذين يؤرخون لقائد الثورة الخمينية. السيد الخميني أسرته جاءت من الهند، وأجداده في الهند، أجداده هنود. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. فهذا المقال اشتمل على هذه المعاني، من أن الخميني عميل بريطاني، من أن الخميني عميل شيوعي، من أن الخميني شاعر هندي مجنون. فثارت الثورة متأججة في مدينة قم، وخرجت المظاهرات في العديد من المدن الإيرانية. اصطدمت قوات الحكومة مع المتظاهرين من طلاب الحوزة الدينية في قم وقتلت بعضا منهم. استمرت المظاهرات بطريقة جديدة. في 40 الذين قتلوا في مظاهرات قم تأججت المظاهرات مرة أخرى في الكثير من المدن الإيرانية. قوات الشاه قتلت أيضا في هذه المظاهرات أشخاصا في المظاهرات، في 40 أيضا تأججت المظاهرات، ويبدو أن التخطيط بهذا الشكل كان قادما من النجف، من الخميني نفسه، هو الذي وجههم أن يخرجوا في 40 قتلى مظاهرات قم، وتكرر الأمر. تفاقم الأمر على شاه إيران، واتسعت الثورة في كل المحافظات الإيرانية، وخصوصا في المحافظات الكبيرة المهمة. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. هذا ما بين 1963 64 إلى ما قبل 23/10/1977، ما قبل وفاة مصطفى الخميني. خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. ثم هذه المرحلة الثانية التي بدأت من 23/10/1977 وترسخت في 7/1/1978. أيضا واجهتهم الحكومة بقسوة، قتلت واعتقلت وجرى الذي جرى، ثم يطلبونه فلا يعطونه. فإذا رأوا ذلك للمرة الثانية تتأجج الثورة، وليس هناك من نتيجة. حكومة الشاه تزداد قسوة في مواجهتهم، فإذا رأوا ذلك رأوا من أنهم في المرة الثانية أيضا لم يحصلوا على شيء، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. هم لم يستعملوا السيوف، التعبير كنائي جميل. العاتق هو هذا ما بين الرقبة والكتف والمنكب، هذا هو منكب الإنسان وهذه رقبته. ما بين المنكب والرقبة يقال له العاتق، يعني أنهم وضعوا سيوفهم على عواتقهم. هذا الذي يضع سيفه على عاتقه لا بد أن يكون قد جرده، أخرجه من غمده. يمكن أن يجعل سيفه في غمده ويضعه على عاتقه، لكن المعنى الذي يتبادر بحسب الثقافة العربية يضع سيفه على عاتقه إنه يهيئه للضرب والحرب. قد اتخذوا قرارهم بالاستمرار إلى النهاية، هذا هو الذي تريد العبارة أن تبينه لنا. في المرة الأولى طالبوا بحقهم ولم يعطوا شيئا. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. في المرة الثانية ثم بعد فترة زمنية ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، اتخذوا القرار أن يستمروا بالثورة مهما كانت الأثمان. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. الشاه لما وجد الأمر وصل إلى هذا الحد، ومن أن الشعب الإيراني بقيادة الخميني سيستمر في ثورته، لذا بدأ شاه إيران يتراجع، وتراجع كثيرا، بدأ يتراجع للمتظاهرين. كبرياء الشاه بين الملوك ما كان يماثله كبرياء، ولكنه أرغم على التنازل. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه. ما الذي قدمه الشاه؟ قدم تنازلات بالنسبة له تعد قتلا. من هذه التنازلات التي قدمها الشاه غير مسؤولي السافاك. هذا الأمر ما كان الإيرانيون يتخيلونه حينما غير الكثير من مسؤولي السافاك. هذا يعني أن المعارضة الخمينية التي كانت تصر على أن جهاز السافاك جهاز إجرامي، تبين صدقها ومن أنها على حق. ولذا اضطر الشاه إلى تغيير كبير في جهاز السافاك، أن غير كبار المسؤولين وحتى صغار المسؤولين. هذه الخطوة كانت صعبة على الشاه، ولم يكن الإيرانيون يتوقعونها، إلا أن قوة المظاهرات وقوة الضغط أجبرت الشاه على أن يفعل ذلك. وهل وقف الأمر عند هذه النقطة فقط؟ أبدا، ذهب إلى ما هو أبعد، إلى أمر ما كان يخطر في بال الشاه أن يقوم به. لقد ألغى المحاكم العسكرية التي كانت تحاكم معارضي الشاه، وجعل الحكم إلى المحاكم المدنية، ألغى المحاكم العسكرية. هذا أمر ما كان أن يحدث لولا أن أنف الشاه قد أرغم. وأصدر قرارات على ضوئها يحاسب الفاسدون ولو كانوا من العائلة المالكة. ولهذا السبب أفراد العائلة المالكة والقريبون منهم بدأوا يتسربون إلى الخارج، خوفا من الأوضاع وخوفا من المحاسبة، فإن الشاه يريد أن يحافظ على كرسيه، سيعتقلهم وسيحاسبهم. بدأوا يتسربون شيئا فشيئا، وبدأت هناك محاسبات للفاسدين. وعد الشعب الإيراني بخطابات لينة متقربا للشعب الإيراني من أنه ستكون هناك انتخابات ديمقراطية حقيقية، ومن أن المشاركة مفتوحة للجميع في هذه الانتخابات. وبدأ إعلام السلطة يطبل لذلك بشكل يكاد أن يصدق. قلت لكم الشاه قدم الكثير من التنازلات حتى في خطاباته الرسمية أمرهم أن يخففوا من التعظيم، من تعظيمه. ففي السنين السابقة حينما يتحدث عن الشاه بشكل رسمي يوصف بهذا الوصف: شاهنشاه إيران، ملك الملوك، شاهنشاه إيران ملك الملوك. فطلب منهم أن يخففوا هذه اللهجة إلى بادشاه إيران، إلى ملك إيران. هذه القضية الإيرانيون يعرفونها، ما كان يمكن أن تحدث أبدا إلا لأنه أرغم بسبب الثورة الخمينية المتأججة في الشارع، وجاء برئيس وزراء لم يكن راغبا فيه إلى حد كبير، هو من رجال سلطته، جعفر شريف إمامي. لماذا جاء به؟ لأنه على صلة وثيقة بالمراجع وعوائلهم في قم وغير قم، كان على صلة وثيقة برجال الدين وأصحاب العمائم. إلى قائمة طويلة من مثل هذه الأمور، لكن الثورة أخذت تتأجج أكثر وأكثر، لأنهم علموا أن الشاه بدأ يتهاوى شيئا فشيئا، وإلا لما تنازل له ولا ما أعطاهم إلى الحد الذي ذهب إليه شاه إيران بعيدا أن جاء برئيس وزراء لم يكن أحد يتوقع أن يكون رئيس وزراء لإيران، لأنه كان معارضا فعليا للشاه. شاهبور باختيار جعله رئيسا للوزراء، وأضاف إلى ذلك أن رفع الحظر القانوني عن التظاهرات. التظاهرات هي موجودة في الشارع، ولكنه أصدر أمرا برفع الحظر عن التظاهرات، وأصدر الأوامر بالتساهل مع التظاهرات. شاهبور باختيار لما صار رئيسا للوزراء ماذا صنع؟ قام بحل جهاز السافاك، والشاه قبل ذلك أصدر أوامره باعتقال 100 شخصية من كبار شخصيات الدولة، من بينهم الحاكم الفعلي لإيران أمير عباس هويدا، هذا هو الحاكم الفعلي لإيران، وهو زعيم البهائيين، زعيم المتدينين بالديانة البهائية، كان رئيسا للوزراء في فترة، وكان مسؤولا ومشرفا على مؤسسة بهلوي، هذه المؤسسة الاقتصادية الأكبر في إيران التي تهيمن على كل الاقتصاد الإيراني. أمير عباس هويدا كان الحاكم الفعلي لإيران في الخفاء، ما كان يريد شيئا إلا وينفذه شاه إيران له، كان مهيمنا حتى على أحوال العائلة المالكة. وضعه في الحبس، ووضع النصيري الذي كان رئيسا لجهاز السافاك، شخصية مخيفة، هذه الشخصية كانت في إيران نعمة الله نصيري. 100 شخصية من هذا الطراز ومن هذا المستوى. وشهبور باختيار أطلق سراح السجناء السياسيين من الخمينيين وغيرهم، الأوضاع تبدلت، بدأت الحكومة تتنازل للثوار الخمينيين شيئا فشيئا، ولكنهم كانوا يرفضون. التفاصيل أكثر من ذلك، يمكنكم أن تعودوا كما قلت لكم إلى الحلقة 45 من برنامج مجزرة سبايكر. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في الكلام، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ما بين 63 1977 1978، ثم يطلبونه فلا يعطونه. لما بدأت الثورة مرة ثانية في نهاية 1977، ولكنهم استمروا، فإذا رأوا ذلك من أنهم ما حصلوا على شيء وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه. لماذا؟ يريدون أن يؤسسوا دولة فلا يقبلونه حتى يقوموا، هم الذين يقومون بأمر دولتهم حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذا يعني أنهم في مرحلة الثورة يقدمون قتلى، وكذلك في مرحلة الدولة يقدمون قتلى، قتلاهم شهداء. ما أنا الذي أقول، باقر العلوم هو الذي يقول. أما إني لو أدركت ذلك الزمان لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. سيأتيك عام به محنة، يصيب عراق البلا والنصب، بإيران يظهر داعي الهدى، أعز البرية أما وأب، فطوبى لمن كان في عهده، وطوبى لمن هو طفل يرب، فإن كنت في قولتي كاذبا فلعنة الله على من كذب. هذه الأبيات وأمثالها وجدناها في كتب مخطوطة عتيقة. هناك من يقول من أن ناظمها عاش قبل 200 سنة في الإحساء، إنه من الإحساء من الجزيرة العربية، وهناك من يقول من أنه قد عاش قبل 600 سنة. هذا المضمون يأتي مع هذه المضامين. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. لا شأن لنا بهؤلاء القوم، نحن شأننا مع إمام زماننا. هذه العلامة تحققت أمام أعيننا. لا تنشغلوا في هذه القضية. هذه الرواية تمدح الإيرانيين وأنتم على خلاف مع الإيرانيين، هذه الرواية تمدح الخمينية وأنتم على خلاف مع الخميني. هذا الأمر ليس مهما، هذه أمور شيعية. الأمر الأهم هو هذا. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذه الحقائق حدثت أمام أعيننا. عودوا إلى التاريخ الشيعي لن تجدوا هذه التفاصيل. هذه مراحل 6 يطلبون الحق فلا يعطونه أولا، ثم يطلبونه فلا يعطونه ثانيا، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم ثالثا، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه رابعا، حتى يقوموا خامسا. كل هذا تحقق. ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم سادسا، وهذا الذي ننتظره. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الإمام ما قال لأبقيت نفسي، قال لاستبقيت نفسي، وفارق كبير بين أبقيت نفسي وبين استبقيت نفسي. أبقيت نفسي أحافظ على حياتي اليومية، أحافظ على صحتي، أحافظ على جسدي، أهتم بمطعمي ومشربي، أهتم بشؤون بيتي وأسرتي، أهتم بمواردي المالية وأكون مطمئنا عليها. أن أعيش للمحافظة على حياتي، على شخصي. إذا كان الإمام يقصد هذا لكان قال أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي. لصاحب هذا الأمر. الإمام قال: لاستبقيت نفسي. استبقيت نفسي يعني أنني سأعاني وأعاني. من أين يأتي هذا العناء؟ يأتي هذا العناء لأنني سأكون ممهدا لإمام زماني، وهذا التمهيد يضعني في مواجهة مع الآخرين. هذه المواجهة ستفرض علي ما تفرض من الضرائب الكثيرة على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، ولذا فإني أحاول جهد إمكاني أن أستبقي نفسي ما بين كل جهات الضغط هذه. هذا هو المراد من أنني أستبقي نفسي وليس أبقي نفسي. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فالاستبقاء هنا يعني العمل والانتظار، لن أكون منخرطا في أجواء هؤلاء. هؤلاء على خير لكنني لن أكون منخرطا معهم. تلاحظون الدقة في فهم الرواية. أعيد قراءة الرواية عليكم: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، وهذا جرى، ثم يطلبونه فلا يعطونه، وهذا جرى، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، وهذا جرى، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا. هذا كله جرى ما بين 1962 1963 إلى بدايات 1979. نحن لا شأن لنا بتلك الفترة التي مرت. حتى يقوموا، قاموا. عاقبة أمرهم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء ممدوحون، لكن الموقف الذي يريده الإمام الباقر لنفسه هو هذا: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الاستبقاء العمل مع الانتظار. آخر آية هي الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. عملية الاستبقاء هنا ما بين الصبر والمصابرة والمرابطة. هذه عملية تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى جهد وإلى جهد وإلى مواجهة للمخاطر. هذا هو الذي يريده إمامنا الباقر. أما إني لو أدركت ذلك، هؤلاء ممدوحون لا شأن لنا بهم، يدفعونها إلى صاحبكم. ما هو الخراساني يأتي منهم. الراية المهتدية تأتي من جهتهم، لكن الإمام الباقر يوجهنا إلى أن ننتظر اليمانية حتى نلتحق به، لكي نلتحق بإمام زماننا الإمام هكذا يقول. أما إني لو أدركت ذلك ما قال لبايعتهم لذهبت معهم. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الرواية واضحة وصريحة. وقرأت عليكم في الحلقة الماضية من الكتاب نفسه ما جاء في صفحة 288 في الحديث 65 عن إمامنا الباقر أيضا، حينما حدث جابرا الجعفي حدثه عن شيعة العراق: يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. أنا أسأل الذين يعرفون تاريخ الشام، مرت بالشام فتن كثيرة ولكن ليست كهذه الفتنة. يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. لن تستمر فتنة الشام إلى الأبد. لا ندري كم ستستمر لكنها لن تستمر إلى الأبد. في نهايتها سيكون السفياني، وإذا ظهر السفياني في الشام واعتلى منبر دمشق فإننا نستطيع أن نشخص اليوم الذي يظهر فيه إمام زماننا بالضبط وبالدقة. قد لا ندرك ذلك اليوم لكن الفتنة الشامية لن تستمر إلى الأبد، وفي نهايتها سيكون السفياني. إن لم ندرك ظهور إمامنا فإننا نسعى للتمهيد لظهوره، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته. السؤال عن الولادة، يعني لو أدركت ولادته، لو أدركت إمامته، لو أدركت غيبته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. يا جابر الإمام الباقر هو الحديث السابق: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، رواه لنا أبو خالد الكابولي. إنهم يطلبون الحق، إنهم يدفعونها إلى صاحبكم، إلى الحجة بن الحسن. قتلاهم شهداء. هنا إمامنا الباقر هو يحدثنا، والذي ينقل الحديث إلينا جابر الجعفي: يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة. إنها المناطق الشيعية. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة إذا ما كانت الفتنة الشامية التي ذكرت هنا هي التي الآن في الشام، فإننا مقبلون على قتل بين الكوفة والحيرة، مقبلون على هذا القتل. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، يعني أن القاتل والمقتول في النار. شيعة العراق شيعة الضلال، شيعة الرايات التي لا يدرى أي من أي، شيعة المراجع المرجئة البترية، هؤلاء هم شيعة العراق. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، وينادي مناد من السماء. هذه الصيحة، هذه الأحداث تكون متقاربة. حكموا وجدانكم. أنا لا أحدثكم بحديث الفوالين، ولا أحدثكم بحديث المنامات والمكاشفات، ولا أنقل لكم ما جاء في المستخرجات الجفرية، ولا أحدثكم بحديث المتنبئين، ولا أنقل لكم من كتب نحن لا نعرفها. أنا أقرأ عليكم الأحاديث من أهم كتبنا الأصلية القديمة. هذه غيبة النعماني، هذه أحاديث الأئمة قطعاً وقطعاً وقطعاً، على الأقل من وجهة نظري بحسب خبرتي في حديث العترة الطاهرة. هذه أحاديثهم. شخصوا موقفكم، حددوا موقفكم. مرت علينا الروايات التي توجهنا لأن ننشر المقالة القمية. المقالة القمية هي هذه العقائد والمعارف والحقائق التي تبث عبر قناة القمر الفضائية. هذه هي المقالة القمية. المقالة القمية هي هذه التي يتحدث عنها إمامنا الباقر: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قرأت عليكم في الروايات والأحاديث التي مرت علينا في حلقة يوم أمس والتي قبلها. وسيأتي زمان، الصادق يقول، تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق. متى؟ وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. وبينت لكم من أن حجية قوم ليس في الجغرافيا، في جغرافيا قوم، وإنما في المنظومة العقائدية التي حدثتكم عن مفرداتها، ولا أريد أن أعيد الكلام. وحجية أهلها، حجية القميين، ليس الحديث عن قومية معينة أو عن مجموعة تنتمي إلى قبيلة معينة أو إلى قطر معين، وليس الحديث عن كثرة متكاثرة. ربما يكون الكلام عن شخص واحد، مثلما كان الحديث عن زكريا ابن آدم. إمامنا الرضا طلب منه أن يبقى في قم لأنه هو الأصل، هو السبب في حفظ المقالة القمية، إذ قال له: لا تخرج من قم. كان زكريا ابن آدم يريد الخروج من قم. قال: إن البلاء يدفع عن قم بك أنت يا زكريا. الذي يصفه إمامنا الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا. المراد من حجة أهلها قد تكون ظاهرة في شخص أو في أشخاص في عدد قليل، مثلما ضربت لكم مثالا في زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. في الرواية الثانية فيفيض العلم منه من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. هذا يكون عبر الإنترنت، يكون عبر الفضائيات، عبر المؤسسات الإعلامية. فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض، على الأقل من الشيعة المتدينين، حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. ثم يظهر القائم. تلاحظون أن الأحاديث تتحرك كلها في اتجاه واحد. هذه أحاديثنا القديمة في كتبنا الأصلية القديمة قطعا. هذا إذا ما تحرك الواقع الشيعي وفقا للسيناريو الثاني، إنه سيناريو القربان. أما إذا عمتنا الخيبة، ودائما الخيبة تقارن الوضع الشيعي، الخيبة قرينتنا. إذا ما كانت الخيبة هي التي ترافقنا، وكان الفشل والكسل والعطالة والبطالة هي التي تهيمن علينا، وبقي هؤلاء المرجئة والبترية في النجف يتحكمون بنا ويصعدون على ظهورنا، ونبقى ديخيين حميرا لهم. فإن السيناريو الثاني سيتلاشى وسننتقل خائبين إلى السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير. سود الله وجوهنا حينئذ، قبحنا الله في جميع الاتجاهات حينئذ. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هذه الرواية التي أريد قراءتها عليكم قرأتها في الحلقات المتقدمة، لكنني سأعيد قراءتها لأنها تنسجم مع التفاصيل التي طرحتها بين أيديكم في هذه الحلقة. حينما نجمع المعطيات بنحو يوضح اللوحة والصورة النهائية الكاملة، فإننا نستطيع أن نشخص أين سنضع أقدامنا، هل في الموطن الصحيح أم في الموطن غير الصحيح. الكتاب الذي بين يدي من كتب المخالفين كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، إنه جامع من جوامعهم الحديثية الكبيرة. كنز العمال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 هجري قمري، وهذا المجلد يشتمل على الجزئين، الثالث عشر والرابع عشر. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تحقيق محمود عمر الدمياطي. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 251 من الجزء الرابع عشر، رقم الحديث 39672. إنها خطبة منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها الأصبغ ابن نباتة بحسب المصدر. الخطبة طويلة، سأذهب إلى موطن الحاجة منها الذي يرتبط بموضوع حلقتنا هذه. حينما قرأت عليكم ما قرأت عليكم في الحلقات الماضية، قلت لكم هذه الخطبة تعرضت لتحريف وتصحيف وتقديم وتأخير، لكنها في نهاية الأمر ستعطينا صورة تكشف لنا عن أننا في زمن قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن، وهذا هو الذي نبحث عنه. هكذا جاء في هذه الخطبة بحسب ما نقله المتقي الهندي في كنز العمال: ويح لفراخ آل محمد. قلت لكم هذا التعبير إن كان دقيقا ففيه إشارة من قريب من بعيد إلى عش آل محمد، إنها مدينة قم. آل محمد هم الذين وصفوها بهذا الوصف، وقد قرأت عليكم الروايات والأحاديث. ويح لفراخ آل محمد. الحديث عن الشباب الذين قتلوا من شيعة العراق، في الأعم الأغلب من الشباب قتلوا في السجون والزنزانات، أو قتلوا في الانتفاضة الشعبانية في المظاهرات، أو قتلوا في المقابر الجماعية الشيعية، أو الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية الذين ساقهم صدام إلى هذه الحرب، والذين قتلوا من الإيرانيين أيضا بسبب صدام في الحرب أو في القصف والتدمير. فنسبة الشباب كبيرة في المجتمع الإيراني، والذين جندلوا وقتلوا في جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية الأعم الأغلب من الشباب. ويح لفراخ آل محمد من خليفة. موطن الخليفة أين؟ في بغداد. الخلفاء أين؟ في المدينة وانتهى عصرهم، في دمشق وانتهى عصرهم. آخر مدينة للخلفاء بغداد. العثمانيون سلاطين، الصفويون سلاطين، ما هم خلفاء. آخر الخلفاء هم خلفاء بني العباس. أين؟ في بغداد. فهذا المصطلح يشير إلى بغداد، مثلما هذه العبارة فراخ آل محمد تشير إلى عش آل محمد، إلى قمهم، إلى مأوى الفاطميين، إلى مستراح الشيعة، إلى المدينة المقدسة المطهرة، هكذا وصفوها، إلى المدينة الزهراء. هذه أسماؤها وأوصافها في رواياتهم وأحاديثهم. ويح لفراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف. العتريف هو الذي ذهب في جبروته وضلاله إلى أبعد الحدود. جبار عتريف مترف مستخف بخلف وخلف الخلف. وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله. هل ينطبق هذا الكلام على المشرقيين الذين لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم الذين قتلاهم شهداء، أم أن الكلام هنا عن صاحب الأمر عن الحجة بن الحسن؟ الخطبة فيها تقديم وتأخير، فيها اضطراب واضح. وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح. إنما يكون الزمان مكلحا مفضحا عندما يكون الزمان بعيدا عن محمد وآل محمد، هذا هو الزمان المكلح المفضح. وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء، فعند ذلك في مثل هذه الأجواء يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه. هناك حزب وهناك دجلة، يحمله الحقد على سفك الدماء، على سفك دماء العراقيين من الشيعة ومن الأكراد، على سفك دماء الإيرانيين، على سفك دماء الكويتيين من الشيعة والسنة من العرب وغيرهم الذين كانوا يقطنون في الكويت. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، يحمله الحقد على سفك الدماء. قد كان في ستر وغطاء حينما كان نائبا للبكر، إجرامه لم يكن واضحا عند الجميع، عند الذين يعرفونه، نحن الذين كنا نعارضه نعرف ذلك، لكن الأمر ما كان واضحا عند الجميع، لم يكن واضحا عند كل العراقيين. حينما كنا نعارض البعثيين آنذاك كنا نلام حتى من أقرب الناس إلينا. فصدام كان في ستر وغطاء، قد كان في ستر وغطاء، فيقتل قوما وهو عليهم غضبان، شيعة العراق شديد الحقد حران في سنة بخت نصر. هل تريدون قرائن وأوصاف أكثر من ذلك تتحدث عن صدام؟ يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا وقلت لكم في حينها في النسخ القديمة لهذا الكتاب، وكانت عندي نسخة قديمة أيام كنت في مدينة قم، ويسقيهم كأسا مصبرة. الكأس المصبرة إنه القتل والإعدام شنقا، هذا هو القتل بكأس مصبرة. لأن المقتول يؤتى به رغم أنفه وهو يرى الحبل الذي سيشنق به وأمام عينيه، يرى الطريقة التي سيقتل بها، وحينما يعلق بالحبل حتى تخرج روحه من جسده يعاني ما يعاني ولو كان لفترة قليلة، إنها كأس مصبرة، إنها كأس مرة يحتاج الإنسان في شربها إلى صبر، إلى تحمل، تصبر. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، هناك من حركها لأمر حز به، لأمر حز به، يمكن أن يكون الكلام له معنى ولكنه لا ينسجم مثلما ينسجم المعنى وأنا أقرأها لأمر حزبه، لأمر حز به. فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، يحمله الحقد على سفك الدماء. تريدون أن تقرؤوها لأمر حز به، أنتم أحرار. لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء، قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر. إنه نبوخذ نصر هو يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا. مصير هذا الرجل، مصيره سوط عذاب وسيف دمار. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يذكرنا بصدام والحرب العراقية الإيرانية. As one of Iraq's strongest supporters in the Gulf War, King Hussein was given a hero's welcome on the front. His host, President Saddam Hussein, has invested a great deal of his personal reputation in the conflict. At the end of the long winter stalemate, Iraq continues to occupy considerable stretches of Iranian territory, although the exact amount is a military secret. The two leaders discussed the progress of the Islamic peace mission. President Hussein has repeatedly stressed he has no wish to humiliate Iran, but he cannot back down on his key condition for peace, the return of land surrendered to Iran in 1975. Like the Iranian leadership, President Hussein faces strong pressure from internal politics at home. He will be in trouble if the war ends badly for Iraq or if the land in question is not regained. At the moment, he is almost certainly strong enough to weather criticism for the Army's limited gains and present deadlock. Most observers believe if the current peace mission fails, Iraq will launch a major offensive within the next 2 months. Liz Aiken reporting. مصير هذا الطاغية مصيره سوط عذاب وسيف دمار. هذا هو الذي جرى على العراق وعلى صدام والبعثيين في القائمة التي اصطلح عليها القائمة القذرة. مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعد هلاكه ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات، مثلما قلت لكم في حينها، بسبب ما فعله مراجع النجف وكربلاء وما فعلته الأحزاب الدينية الشيعية القطبية. مراجع النجف وكربلاء تغوطوا في الدين، تغوطوا تمام التغوط، وكذلك الأحزاب الدينية الشيعية القطبية هي الأخرى تغوطت في الدين، وربما كانت مصابة بإسهال شديد. لقد تغوطوا في الدين ولا زالوا يتغوطون في ديننا إلى هذه اللحظة. تعلمون ذلك أو لا؟ ألا تشمون الرائحة؟ ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات إلى النجفات، إنها المناطق الشيعية لم يتحدث أمير المؤمنين عن الرمادي مثلا، لم يتحدث عن تكريت مثلا، عن سامراء مثلا، إنها المناطق الشيعية. ثم يكون بعد هلاك ذلك الطاغية الذي مصيره سوط عذاب وسيف دمار، ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات، حينما تحدث عن الطاغية تحدث عن دجلة، فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة. لكنه حين تحدث عن الهنات والأمور المشتبهات تحدث عن الفرات، إنها كربلاء، الكوفة، النجف، الحلة، الديوانية، إلى سائر المدن الشيعية العراقية التي هي في أجواء المرجعية وفي أجواء الأحزاب الشيعية القطبية. دققوا النظر، حينما كان الحديث عن الطاغية كان الحديث عن دجلة، فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة، فأصله من تكريت، من العوجة، وتلك الأراضي على شواطئ دجلة، وهو خليفة مقره في بغداد وبغداد على دجلة، لكن بعده انتقلت العاصمة إلى الفرات إلى جهة النجف. العاصمة الحقيقية النجف، انتقلنا من دجلة إلى النجف إلى الكوفة التي هي على الفرات، فتلك الأراضي في جهة الفرات. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، الباب من جهة النجفات، النجفات النجف وما حولها، إلى القطقطانيات. القطقطانيات إنها القطقطانة، هذه الأراضي التي ما بين كربلاء، النجف، الكوفة، الحلة. هذه التسمية معروفة، يقال عن أرض النجف أرض النجفات، ويقال عن أرض الحلة الهاشمية نسبة إلى العباسيين يقال لها الهاشميات، وإلى يومنا يقال لمدينة الهاشمية وما حولها الهاشميات، ويقال للغاضرة لأرض كربلاء الغاضريات، ويقال للقطقطانة القطقطانيات، ويقال للقادسية القادسيات. هذه المناطق متداخلة متقاربة، هذه المصطلحات مصطلحات معروفة في التاريخ وفي معاجم البلدان. أنا لا أستطيع أن أتحدث بالتفصيل عن كل صغيرة وكبيرة، ربما الذين يسمعون هذه العناوين في الخطبة لأول مرة يستغربون منها، لكنني معتاد على قراءتها في الكتب. القادسيات، الهاشميات، النجفات، القطقطانيات، الغاضريات. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات، في آيات وآفات متواليات يحدثنا شكا بعد يقين. هذه الانقسامات الشيعية في العراق، هناك انقسام شيعي واضح في العراق ما بين مراجع النجف أنفسهم، وانقسام شيعي ما بين المراجع والأحزاب الشيعية. هذا الذي يظهرونه في الإعلام هذا كذب الساسة وكذب المراجع من أنهم يجتمعون تحت راية المرجعية التي هي صمام الأمان. صمام الأمان من جوه، هذا الهراء نحن نعرفه. هناك انقسام شيعي فيما بين الأحزاب الشيعية القطبية. حزب الدعوة إلى كم مجموعة قد انقسم ولا زال ينقسم وينشطر انشطارا أميبيا. ما يظهرونه لكم من الاتفاق هذا كذب الساسة وكذب القطبيين. حزب الدعوة في كل يوم ينشطر انشطارا أميبيا جديدا. المرجعية في النجف الخلاف القائم بين أوساطهم بين المراجع يتأجج تأججا، الذين في النجف يعرفون هذه الحقائق. الحشد الشعبي منقسم على نفسه ما بين حشد المرجعية وحشد إيران، حتى الحشديون الإيرانيون منقسمون فيما بينهم، وشيعة العراق عموما منها ما يؤيد إيران ومنها ما يرفض إيران. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات إلى أن تقول الخطبة في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين، ثم تقول الخطبة يقوم بعد حين. هناك خلل، هناك كلام ساقط. هذا الذي يقوم بعد حين هو إمام زماننا، يقوم بعد حين، يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة التي تعرضت لتحريف وتصحيف وتقديم وتأخير. الذي أريد أن أشير إليه من أن الأحداث هذه تقع في زمان قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. يقوم بعد حين، يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم. إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الخطبة ذكرت مضامين قرأتها عليكم من رواياتنا: رجب شهر ذكر، رمضان تمام السنين، شوال يشال فيه أمر القوم، إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة. لا أريد أن أذهب مع كل كلماتها التي تعرضت لاختلال واضطراب بسبب عدم الدقة في النقل وبسبب تحريف وتصحيف حدث فيها وبسبب سقوط بعض العبائر منها، لكن الزبدة التي نصل إليها هذه الأحداث تقع في زمان قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. وتلاحظون أن بعض الكلام ينسجم بشكل واضح مع ما جاء في الروايات التي قرأتها عليكم قبل قليل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به. والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير. ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم. نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. الكتاب الذي بين يدي بيان الأئمة لمحمد مهدي زين العابدين. هذا هو الجزء الثاني وهذه الطبعة طبعة دار الغدير قم المقدسة الطبعة الأولى 2004 ميلادي. مراد من الطبعة الأولى بالنسبة لدار الغدير وبهذه الهيئة، وإلا فإن الكتاب قد طبع قبل ذلك. حينما يكتب على كتاب الطبعة الأولى يراد الطبعة الأولى من دار النشر ومن دار الطباعة التي قامت بنشره وطباعته. أقول هذا حتى لا يلتبس الأمر عليكم لأنني سأحتاج للحديث عن تاريخ تأليف هذا الكتاب. بيان الأئمة الجزء الثاني محمد مهدي زين العابدين النجفي. الكتاب يتألف من عدة أجزاء. هذا هو الجزء الثاني اشتمل على كثير من الروايات والأخبار التي هي ليست معروفة في كتبنا القديمة لكنها تنطبق على الواقع وتأتي منسجمة في بعض جهاتها مع رواياتنا التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة. أنا لا أريد أن أتعامل مع هذه الأحاديث مثلما أتعامل مع الأحاديث التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني أو من بحار الأنوار حينما نقلها عن كتاب تاريخ قم. أنا لا أريد أن أتعامل مع هذه الروايات التي سأقرأها عليكم مثلما تعاملت مع الروايات السالفة الذكر، لكنني سأبين لكم الغرض الذي لأجله أقرأ عليكم هذه الروايات. صفحة 249 والعنوان البيان 22. ينقل رواية عن كتاب جواهر القوانين، هو كتاب مخطوط. هناك من أثار الشبهات على مؤلف هذا الكتاب، الرجل بريء من هذه الشبهات التي ألصقت به، الرجل صادق فيما نقل، وبعض هذه المخطوطات كان عندي منها نسخ مصورة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم. بعض المخطوطات التي تحدث عنها ونقل منها كان في مكتبتي عندي نسخ مصورة من تلك المخطوطات. الذين قالوا عنه من أنه يفتري هذه الأحاديث أو أنه ينقلها عن بعض الشياطين وبعض الكذبة من الجن، هذا الكلام لا حقيقة له. الرجل نقل الأحاديث من الكتب. على أي حال، جواهر القوانين كتاب مخطوط لمحمد باقر اليزدي، نقل منه هذه الرواية. أنا شخصيا سألت المؤلف في مجلس جمعني معه، قلت له: شيخنا، هذه الأحاديث اللي موجودة في كتابك، هذه الأحاديث أنت متى حصلت عليها؟ في أي زمان؟ ومتى أثبتها في كتابك؟ صدقوني، قال لي من أنه حصل على تلك الأحاديث في الخمسينات، في خمسينات القرن العشرين، لأنه بدأ بتأليف كتابه في ذلك الوقت. وسأله كثيرون غيري عن أن هذه الروايات التي تتحدث بشكل صريح عن حكام العراق وعن الثورة الخمينية الإيرانية، متى أنت جمعتها ومتى حصلت عليها؟ فأخبرهم بنفس ما أخبرني به من أنه قد جمع ذلك في الخمسينات. فأين الثورة الإيرانية الخمينية في زمن الخمسينات؟ وأين الكثير من التفاصيل التي ذكرها عن العراق في ذلك الوقت؟ هذه المعلومات جاءت من جهة عالمة بالمستقبل، بغض النظر من هي هذه الجهة، بحسب ما موجود في الكتاب. فإن الرواية التي سأقرأها عليكم منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المصدر جواهر القوانين، كتاب مخطوط لمحمد باقر اليزدي. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق، تتابعت بشكل مباشر متواصل من دون فواصل من دون قواطع، إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد. توقعوا يعني أنكم في زمان قريب من ظهوره. ما قالت الرواية من أن الإمام سيظهر، قالت توقعوا. التوقع يكون في زمان قريب. لا يقول أحد من أنني أتوقع حصول شيء لشيء سيقع في زمان بعيد جدا. التوقع إنما يكون في زمان قريب، قد يكون قريبا وقد يكون قريبا جدا. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد. قطعا الإمام حين يتحدث عن عيون تتتابع في العراق عن حكام، عن شخصيات بارزة واضحة، وهذا شيء غريب وعلامة شاخصة في التاريخ العراقي الحديث. هناك حاكم حكم العراق هو عبد الإله، عبد الإله ابن علي، الذي صار وصيا على العرش. الدولة العراقية تأسست سنة 1921. أتحدث عن الدولة العراقية الحديثة، تأسست سنة 1921. أول ملك لها فيصل الأول، بعد أن توفي فيصل الأول صار الملك من بعده صار ولده غازي، الذي يقال له غازي الأول أيضا. غازي في حادث سيارة توفي، قتل سنة 1939 في الشهر الرابع في حادثة سيارة، قتل الملك غازي سنة 1939. ولده فيصل الذي سمي بعد ذلك بفيصل الثاني وتوج ملكا على العراق كان صغيرا، فنصبوا خاله عبد الإله وصيا على العرش حتى يصل فيصل الثاني إلى السن القانونية كي يتوج ملكا على العراق، فصار وصيا على العرش بعد موت الملك غازي. صار وصيا على العرش من سنة 1939 إلى أن توج فيصل الثاني لما بلغ السن القانونية. توج سنة 1953 في الشهر الخامس إذا لم تخني ذاكرتي، في الشهر الخامس سنة 1953 توج فيصل الثاني ملكا على العراق. فانتهى عصر الوصاية فصار وليا للعهد، الملك لا بد له من ولي للعهد، والملك فيصل لم يكن متزوجا آنذاك وليس عنده من ولد حتى ينصب وليا للعهد، فنصب خاله عبد الإله وليا للعهد من بعد أن صار فيصل الثاني ملكا، وظل وليا للعهد إلى أن قتلت العائلة المالكة في انقلاب 14 تموز 1958، إنه انقلاب عبد الكريم قاسم، انقلب على الحكم الملكي. فعبد الإله كان حاكما لما كان وصيا على العرش ولما كان وليا للعهد، وكان هو الذي يسير أمور فيصل الثاني الذي كان صغير السن وقليل التجربة، كان حاكما فعليا للعراق. لكن الرواية لا تقصده لأن ملك العراق الفعلي هو فيصل الثاني، إنما البداية من العين الأولى عبد الكريم قاسم. بعد عبد الكريم قاسم من الذي جاء؟ عبد السلام عارف. بعد عبد السلام عارف من الذي جاء؟ عبد الرحمن عارف. غريب هذا في بلد واحد، عبد الإله، عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، ثم جاءنا عفلق، نظام عفلق الذي كان يحكم العراق هو عفلق، نظام عفلق الذي تجلى في أحمد حسن البكر وفي صدام حسين. ما هو لقب عفلق؟ القائد المؤسس، هذا هو لقبه، القائد المؤسس، هو قائد العراق بل قائد العروبة كما يقولون، وهو المؤسس لحزب البعث، وهو المؤسس للنظام الحاكم في العراق. عفلق حتى في الزمن العباسي الآن. غريب أسماء حكام العراق: علاوي، إياد علاوي، العبادي، عادل عبد المهدي. حرف العين موجود على طول الخط، لكن الرواية إذا ما قرأنا تفاصيلها فإنها تبدأ من عبد الكريم قاسم، العين الأولى. العين الثانية عبد السلام عارف. عبد السلام عارف هو الذي قتل عبد الكريم قاسم وصار حاكما ورئيسا للعراق سنة 1963، واحترق في طائرة في الجو سنة 1966. وصار بعده أخوه عبد الرحمن عارف رئيسا للعراق من سنة 1966 إلى أن انقلب البعثيون عليه في 17 تموز 1968 ميلادي، وبدأ النظام العفلقي. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد. ويحسن حال العلماء، هل المراد من العلماء هنا علماء الدين، علماء الدنيا، علماء الدنيا والدين؟ ويحسن حال العلماء في العين الثالثة إذا رجعنا إلى زمان عبد الرحمن عارف، حال علماء الدين وحال علماء الدنيا كان حسنا. عبد الرحمن عارف لم يؤذي أحدا، ولذلك بقي حيا حتى في أيام صدام. فيصل الأول مات وهو في عمر 50، بلغ إلى 50 ومات. الملك غازي مات في السنة 27. فيصل الثاني قتلوه في السنة 23. عبد الكريم قاسم قتلوه في السنة 48 من عمره. عبد السلام عارف احترقت طائرته، كان في 45 من العمر. عبد الإله أيضا كان في السنة 45 من العمر حينما قتلوه. عبد الرحمن عارف بقي حيا إلى أن مات سنة 2007 ميلادي في عمان، وقد وصل عمره إلى 91. لم يؤذي أحدا في أيام رئاسته، كانت فترة رئاسته هادئة جدا في العراق. فحال علماء الدين كان حسنا، وحال علماء الدنيا أيضا كان حسنا، لأن المشكلة مع البعثيين. البعثيون حاصروا علماء الدين من الشيعة وحتى من السنة، حاصروا بعض علماء السنة. الأعم الأغلب كانوا في راحة من علماء السنة، لكنهم حاصروا أفرادا منهم، وحاصروا علماء الشيعة إلى حد ما، حاصروا الصغار. المراجع الكبار كانوا على علاقة حسنة مع النظام البعثي. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية وتفاصيلها. وما بعد العين الرابعة، إنها عين عفلق، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل. ثم يهلك غما. أرض الجبل هي أرض إيران، وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة. قلت لكم إيران أرضها جبلية، تكثر فيها المرتفعات من جبال وتلال وهضاب، ولذا يسمونها جغرافيا بالهضبة الإيرانية. وأرض الجبل تطلق على وسط إيران، على منطقة أراك، قم، كاشان، هذه المناطق تسمى بأرض الجبل، تسمية قديمة. وتسمى أيضا هذه المنطقة بعراق العجم، واللغة الفارسية مخففة في صوت حروفها، فلذا يقال أراك، إنه عراق العجم. هكذا كان يلفظه العرب قديما، أما الإيرانيون بحسب لغتهم الفارسية المخففة في جرس أصوات حروفها يقولون أراك. أرض الجبل هي هذه أرض إيران. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة. إذا أردت أن أقول من أن أحدا رتب الرواية هذه من عند نفسه، فهو نظر إلى شيء غريب في حكام العراق. أسماؤهم تبدأ بحرف العين، هذا ليس موجودا في بلد آخر، غريب هذا. عبد الإله، عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، إلى أن وصلنا إلى عفلق، وبعد ذلك علاوي، العبادي، عادل عبد المهدي، عين في اسمه وعين في اسم أبيه. غريب هذا. لكن الرواية ذكرت أن عيونا أربعة ستكون متتابعة، هناك تتابع من دون قطيعة. العين الثالثة عين عبد الرحمن عارف. العراقيون الذين عاشوا تلك الفترة يعرفون أن الأوضاع كانت هادئة جدا في العراق، وعبد الرحمن عارف لم يؤذي أحدا. أوضاع علماء الدين كانت حسنة، وأوضاع علماء الدنيا كانت حسنة، كان الناس في راحة. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، توقعوا أنتم في زمان قريب. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة، ما بعد عين عفلق، بعد أن تكون عين عفلق موجودة يفر الملك من أرض الجبل. ثم يهلك غمة. يمكن لقائل أن يقول من أن العين الأولى هي عين عبد الإله والعين الثانية هي عين عبد الكريم قاسم والعين الثالثة هي عين عبد السلام عارف والعين الرابعة هي عين عبد الرحمن عارف، والذي حكم بعد عبد الرحمن عارف هو أحمد حسن البكر. صحيح أن النظام عفلقي لكن العنوان هو عنوان لأحمد حسن البكر، وفي أيام رئاسته بعد العين الرابعة فر ملك العجم. متى فر ملك العجم؟ 16/1/1979. النظام العفلقي في العراق والرئيس هو أحمد حسن البكر. هذا الكلام يكون صحيحا وهذا الكلام يكون صحيحا أيضا بحسب الواقع، لكنني أرجح الاحتمال الذي ذكرته لكم من أن العين الرابعة هي عين عفلق. وليس مهما أن يكون هذا الذي قلته أو أن يكون الوجه الآخر الذي يمكن أن يقال. المهم الذي نبحث عنه نبحث عن ظهور إمام زماننا، ليس مهمة هذه التفاصيل، المهم عندنا أن نقترب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة. قد تقولون لي لماذا ترجح أن العين الرابعة هي عين عفلق؟ باعتبار هذه القرينة ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، هذا الأمر بحسب تاريخ العراق لم يتحقق إلا في زمان عبد الرحمن عارف. فإذا العين الثانية هي عين عبد السلام عارف والعين الأولى هي عين عبد الكريم قاسم. لهذا السبب بدأت الحساب من عبد الكريم قاسم، لهذا السبب. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة بعد عين عفلق يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما. مات في مصر، مات غما وحزنا على ما جرى عليه، على ما جرى عليه من سقوط عرشه وحكمه، وعلى ما جرى عليه من قبل دول العالم وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ما سمحت له أن يعيش في أرضها، طردته. حكايته طويلة، ليس الحديث عن شاه إيران. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة. رجاء اعرضوا لنا صورة عبد الإله. هذه الصورة الأولى لعبد الإله ابن علي الهاشمي الذي كان خالا للملك فيصل الثاني، كان وصيا على العرش وبعد ذلك صار وليا للعهد. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، واعرض لنا صورة صاحب العين الأولى، إنه عبد الكريم قاسم. الصورة الثانية، وإلى صورة صاحب العين الثانية عبد السلام عارف. الصورة الثانية، وإلى صورة العين الثالثة إنه عبد الرحمن عارف. الصورة الثانية، هذا الذي في زمانه حسن حال العلماء، أتحدث عن علماء الدين وعن علماء الدنيا. العين الرابعة إنها عين عفلق لعنة الله عليه. هذا هو عفلق. أتعلمون ما معنى عفلق في لغة العرب؟ إنه معنى قبيح. العفلق هو فرج العجوز الواسع النتن الرائحة. هذا هو العفلق في لغة العرب. عودوا إلى كتب الأدب واللغة. العفلق هو فرج العجوز الواسع النتن الرائحة، القبيح الرائحة. هذه هي العين الرابعة. الصورة الثانية، عفلق القائد المؤسس نصب لنا البكر. رجاء اعرضوا لنا صورة البكر. هذه الصورة الأولى للرئيس العفلقي الأول الذي حكم العراق. حكم العراق من سنة 1968 إلى سنة 1979 حينما صار صدام رئيسا. الصورة الثانية للبكر. وبعد البكر جاءنا صدام. الصورة الأولى لصدام، الصورة الثانية لصدام. هؤلاء هم العيون الأربعة التي حكمت العراق إلى سنة 2003. العيون الأربعة حكمت العراق من سنة 1958 إلى سنة 2003. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبال ثم يهلك غما. وبعد العين الرابعة لما تأتي عين عفلاق يسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين والدنيا، ساء حالهم جميعا. البعثيون وما جروا على العراق من ويلات، ألا لعنة الله عليهم. وبعد العين الرابعة بعد عين عفلق يسوء حال أهل العلم والعلماء. فإذا انقضت العين الرابعة، انقضت عند 2003، فانتظروا، ماذا ننتظر؟ فانتظروا العين الخامسة. من هو؟ وهو عثمان بن عنبسة، العين الخامسة، إنه السفياني. السفياني هو هذا عثمان بن عنبسة ابن خالد ابن يزيد العشوقي السفياني، هكذا ورد وصفه ونسبه. نسبه يعود إلى خالد ابن يزيد، ابن يزيد قاتل الحسين، إنه يعرف بيزيد بن معاوية. هو ابن ميسون، ابن ميسون بنت بجدل التي كانت تعشق عبد أبيها. حكايتها طويلة، ويزيد ينمى إلى هذا العهر وتلك النجاسة. على أي حال لا شأن لنا بهذا التاريخ وتفاصيله. وبعد العين الرابعة بعد عين عفلق يسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين والدنيا. فإذا انقضت العين الرابعة، انقضت سنة 2003، فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان بن عنبسة. إذا نحن في الأجواء. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال: لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. ألا تلاحظون أن مضامين هذه الرواية تتعانق مع مضامين الروايات المتقدمة الذكر وتأتي متطابقة مع واقعنا؟ وأنا أذكركم هذه الروايات جمعها مؤلف الكتاب في الخمسينات قبل انقلاب عبد الكريم قاسم، فمن أين جاء بهذه المعلومات؟ هذه معلومات لا تصدر إلا عن مصادر الغيب، إنها صادرة عنهم، الواقع يصدقها. أعيد قراءة الرواية عليكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، توقعوه. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة، يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما. وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة، وقد انقضت، فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان بن عنبسة. العين الخامسة تذكروها، هناك سجع. العين الخامسة عثمان بن عنبسة، إنه على الأبواب، إنه على الأبواب. يا ليتنا ندرك تلك الأيام، ويا ليتنا قبل أن ندرك تلك الأيام يا ليتنا نمهد لإمامنا. فما فائدة إدراكنا لتلك الأيام ولسنا على معرفة بإمام زماننا، ولسنا في مقام الخدمة والتمهيد لمشروعه العظيم؟ مساران: مسار التعظيم ومسار التقزيم. كل هذه المعطيات تدفعنا أن نكون في مسار التعظيم وأن نبتعد عن مسار التقزيم. إنه قادم آت، إن لم نوفق لإدراك أيامه الزاهرة علينا أن نقوم بواجبنا في هذه الأيام الخطرة. هذا زمن عزيز، زمن عزيز. هذه الفترة فترة غالية، غالية جدا، لا تفرطوا فيها، ستندمون عليها، ستندمون. إن أدركتم إمامكم ستندمون، وإن سبق الأجل إليكم ستندمون. هذه فترة عزيزة غالية، لا تهدروا وقتكم بتمامه وكماله بعيدا عن إمام زمانكم. خصصوا ولو دقائق، ولو دقائق لخدمة إمام زمانكم، لكنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك من دون أن تعرفوا عقيدتكم السليمة. البوابة إلى الخدمة السليمة العقيدة السليمة. جمعتها لكم بحدود استطاعتي، جمعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك. ادرسوها، ادرسوها، تعلموها. لو كنتم في حال دراستها وظهر الإمام فإنكم في مقام أرقى خدمة تقومون بها في التمهيد لمشروع الحجة بن الحسن. وقت الحلقة صار طويلا وللحديث تتمة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وعلى البراءة من العين الخامسة، إنه عثمان بن عنبسة. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.